إذا بسم الله الرحمن الرحيم إخواني الطلبة سنقوم بدراسة هذه الدوال الخطية والتألفية نبدأ بالدالة اف لاكس هذه رقم واحد إذا كيف يعني نأتي أولا إلى المشتقة مشتقة هذه الدالة مشتقة هذه الدالة رقم واحد تصبح هكذا اف فتحة لي ماذا تساوي لنا تساوي إثنان لماذا لأن مشتق الواحد هو الصفر ومشتق أي عدد مضروب في إكس هو يبقى إلا العدد إذا لاحظوا هذه القيمة لو تلاحظون إنها موجبة يعني نقول على الدالة F متزايدة تماما بكل بساطة لما نأتي إلى الرسم تعرفون أن هذه هذه الدالة هي نفسها F لـ X هي نفسها Y نستعمل الجدول المساعد ها هو الجدول المساعد أمامكم تابعوا فقط ها هو الجدول المساعد نعطي لقيمة لـ X وقيمه لإجراء أو لـ اكس هذه نفسها كلمة لـ اكس بكل بساطة. نعطي مثلا صفر، نعطي القيمة مثلا صفر هنا، ماذا نجد؟ صفر ناخذ نجد ناقص واحد. نعطي قيمة مثلا واحد. ماذا تصبح هنا عندكم؟ اثنان في واحد، هو اثنان ناقص واحد تعطينا كم؟ واحد. الآن نقوم بالرسم. هذه نقطة أ، وهذه نقطة ب. صفر ناقص واحد، ها هي الناقص واحد. ها هي الناقص واحد والنقطة الأخرى ما هي؟ هي واحد واحد ها هي إذا صفر وناقص واحد وهكذا نقوم بالرسم مباشرة هنا باستعمال المسطرة تابعوا هكذا ونكمل هنا كذلك هكذا هذه إذا سمينا هذا نسميه دالتا يصبح مثل المستقيم يعني هذا يصبح مثل مستقيم يعني ليس بمنحنى وإنما هو مستقيم نأتي إلى الدالة الثانية التي تلاحظونها سنقوم هنا بعملية المحي يعني حتى يتسنى لنا الجزء الثاني من الدالة الدالة الثانية هي هذه هي جي لي إكس أولا نقوم باشتقاقها تصبح جي فتحة لإكس مشتق الواحد هو الصفر ومشتق اي عدد مضروب في اكس يبقى الا العدد العدد الذي بقي هو ناقص واحد فقط وهو عدد سالب اذا الدالة جي متناقصة تماما وكما تعلمون لما نقول كلمة جي لي اكس يأتي في ذهني مباشرة تساوي إيجريك يعني محور ثلاثة نستعمل كذلك الجدول المساعد تابعوا جيدا فقط ها هو الجدول المساعد ربما يتساءل أحدكم يقول وجدول تغيراتها؟ جدول تغيراتها بكل بساطة هنا إكس وهنا جي فتحة لإكس لاحظوا وهنا جي لإكس يعني جدول التغيرات. الدالة كيف هي؟ قلنا من ناقص ما لا نهاية معرفة إلى الزائد ما لا نهاية والدالة متناقصة لاحظوا قلناها متناقصة تصبح هكذا. بكل بساطة. الآن نقوم برسمها نستعمل جدول المساعد هكذا إكس واي ونعوض هنا نعطي صفر كم؟ واحد ونعطي مثلا واحد أنا دائما أعوض في هذه العبارة لما نعطي واحد كم؟ تعطينا ناقص واحد زائد واحد تعطينا صفر. نأتي لرسم هذه المستقيم إذا صفر واحد وواحد صفر ها هو نقوم بالرسم أمامكم تابعوا هكذا العفو سنقوم برسم بالمسطرة أفضل هكذا ونتم العملية من هنا هكذا إذا هذا يصبح دالتا مثلا فتحة أنه ليس بمنحنى وإنما مستقيم ها قمت برسمها نأتي إلى آش لإكس كذلك تابعوا جيدا أنصحكم دائما باستعمال الكراس والقلم كي تقومون بنقل الحل نأتي إلى الدالة الأخيرة الدالة الأخيرة لاحظوا إنها دالة ثابتة أصلا لا يوجد فيها الإكس يعني مثلها هذه قلنا دائما كنا لما نقول اش لي اكس ام لي اكس اش لي اكس جي لي اكس ياتي في ذهني y. يعني ايغريك يساوي اثنان لاحظوا ايغريك يساوي اثنان هي داله ثابته لا تصعد ولا تنزل ايغريك يساوي اثنان ها هو امامكم ايغريك يساوي اثنان ها هي إيكريك اثنان في هذه المنطقة يأتينا مستقيم أفقي يأتينا مستقيم أفقي يمر على ماذا؟ يمر على هكذا العفو سنقوم بالرسم بالمسطرة حتى يفهم الجميع هكذا هكذا فقط ونسميه مثلا مستقيم إيكريك نسميه مثلا دالتا فتحتين وهي دالة ثابتة ليس مت... لا... لا... ليس متزايدة ولا متناقصة بكل بساطة هكذا نقوم بدراسة الدوال من هذا النوع وإلى لقاء آخر إن شاء الله وزوروا موقعنا الموجود أسفل الفيديو جزاكم الله خيرًا